نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: هل يعتبر الكلام في الأحزاب المعاصرة بكشف معايبهم وكذلك الأفراد الذين يخالفون أصول ومنهج السلف، هل يعتبر هذا من الجرح والتعديل المطلوب؟ الجرح والتعديل قلنا لكم كم مرة أنه من علوم الإسناد، من علوم الحديث، ولا يتولاه إلا المحدثون. أما الرد على المخالف هذا ما هو من الجرح والتعديل، هذا من بيان الحق، من بيان الحق ورد الباطل، ما هو من باب الجرح والتعديل. ولا لنا غرض بالمردود عليه نجرحه، لا، احنا نبين الحق فقط ونبين خطأ المخطئ، ولا لنا غرض في الأشخاص حتى يقول جرح وتعديل. نعم.